فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مات بعض أجدادنا، يقول السائل: مات بعض أجدادنا ونحن نعلم أن لهم بعض العقائد التي تتعلق بالأولياء والصالحين، ومن دعاء لغير الله وتوسل بالأولياء، يقول: هل يعذرون بجهلهم وهل لنا أن نستغفر لهم؟ توقفوا عن الاستغفار لهم، وأما يعذرون بجهلهم فلا أدري عن حالتهم، هل عندهم أحد من العلماء، هل سمعوا النهي عن ذلك أو ما سمعوا؟ يحتاج إلى تثبت في هذا الأمر، نتوقف. لكن مسألة الاستغفار لهم لا تستغفر لهم. نعم.